هل أنت مهتم بصناعة الأفلام ولديك الموهبة؟ هل تود أن ترسم حكاية الأمل في مجتمعنا العربي؟ إن كان عمرك يتراوح بين 17 و30، أرسل لنا فيلمك القصير بالفئات التالية: روائي، وثائقي، صور متحركة، مسلسلات الويب، واحصل على فرصة الاشتراك بمهرجان السرد الإبداعي للفيلم القصير في كلية محمد بن راشد للإعلام، الجامعة الأمريكية، دبي، حيث يجتمع الرواد في مجال صناعة الأفلام وتتلاقى الحكايات وتمنح جوائز الأمل للأعمال الأكثر إبداعاً. للشروط والتفاصيل قم بزيارة الموقع